ماكو داعم، ماكو داعم. اشوف نفسي قبل 20 سنه فيهم، هذا اللي حصل بالضبط. اشوف نفسي حاليا مبطلين. شو اسمه مبطلين؟ وين مال ساحه الصبات عادي اللي عند الحضانه؟ اي لا الحضانه اسم حقنا بس هي مو لنا. نفس كويتي يعني؟ وارد وارد، نفس كل شيء موجود بالديره. الكويتي اسمه للكويتي. روح شوف الحضانه منو فيها، منو فيها شوفوا منو توقع. ما ادري والله، شوفوا منو يشتغل فيها. فيها لابد منها كويتيين بس ينعدون على الاصابع، بس الباقي كلها وافدين، كلها وافدين. ايه هذه الحضانه حق اللي عنده شهاده من المعهد. وانا يوم من الايام رحت المعهد سنه 97 98 سجلت معهد تطبيقي شويخ زين، بعد اسبوعين جاني امر فصل. ليش؟ لان كنت وقتها اداوم موظف حكومه وقال لك انت لا ما يصير انت موظف وتداوم. طيب انا قابل لهالشيء، ادرس بالمعهد الصبح والعصر دوامي، انا قابل بتحمل هالسنتين ابي الشهاده. قال لا والله ايامها كان الله يذكره بالخير حمود الموظف، الله يذكره بالخير، ما رضى ما قبل. كنت تداوم زين، انت ذكرت انك انت كنت تداوم بجهه حكوميه، حاليا انت تداوم في جهه حكوميه؟ اي انا داوم وزاره الصحه. وزاره الصحه؟ اي نعم. شلون قاعد تعرض دوامك مع الوزاره؟ لا انا خذيت من المشروعات الصغيره. الله يجزاهم خير ويجزاهم كل تحيه، ما قصروا معنا. المشروعات الصغيره اللي يبي يشتغل وجاد يبي يشتغل، ما مو يبي يسولف بس يقول انا بشتغل وهو قاعد بالبيت. لا ما يقصرون معاه صراحه. ما قصروا معاه؟ نعم لا ما قصروا معاه. يدعمون كل هم. اي نعم نعم. تفرغ معطيني يا رجل من دوامي، انا دوامي ما اقدر، انا موظف وزاره الصحه وكوني بعد هم مساعد مدير، ماني موظف بعد عادي. ف توني يعني ما صار لي فتره، فقلت لا قراجي وشغلي ابدا من الحكومه، لان شغله الوزاره ما راح تعطيك اللي يعطيك اياه شغل حر.